خلال جولته التفقدية فقد تفقد وزير البنية التحتية آدم ينسومي طريق مساكوري أنغوريبول، ولاحظ سير العمل بهذا الطريق الذي تنفذه الشركة التونسية. تقرير أحمد ياسين عبد الرحمن. البلاد بالنيجر وبعض دول الساحل الإفريقي جنوب الصحراء بطريقين، الأول يبدأ من ريغريغ بإقليم كانم، والثاني من مدينة مساكوري مرورا بأنغوري بول لوا بإقليم البحيرة وحتى حدود جمهورية النيجر. ولأهمية هذين الطريقين من الناحية الاقتصادية والانفتاح نحو العالم الخارجي، فقد قررت الدولة تعبيدهما حتى تسهل حركة التنقل للبضائع والمواطنين على حد سواء. وهذه الزيارة الميدانية لوزير البنية التحتية وفك العزلة آدم يونسمي تهدف إلى معرفة سيري وتقدم العمل والوقوف على الصعوبات الفنية والمالية والعمل على تذليلها حتى تستطيع هذه الشركات المنفذة للمشروع العمل في جو مناسب يساعد على تكملة المشروع في الوقت المحدد. ومن الملاحظ فإن العمل في هذا الطريق يسير بوتيرة وانتظام طبقا للمواصفات الواردة والمتفق عليها في دفتر المهام. وبحسب إفادات مسؤول الشركة فإن تسليم الطريق إلى الدولة سيكون في الربع الأول من العام 2018. وننوه إلى أن القيمة الإجمالية للمشروع 61 مليار فرنك سيفا وبطول 185 كيلومترا. هذا وخلال تفقده لطريق أنغوري بول الذي يربط تشاد بالنيجر، لاحظ الوزير توقف العمل جزئيا بالطريق بسبب تأخير الدعم المالي من قبل الداعمين من الشركاء. هذا ما أكده وزير البنية التحتية آدم يونسمي. لدى أنكلافي يعني ما عند بحر تشاد، البحر القريب هو 1500 كيلومتر، هو هسه دولة في كامرون، وفقط عندنا الطريق واحد مزلط بيجي من دولة اللي جمعنا. وداني تصديرنا وامبورتاسيون انا كل جاي من مكان ده، وكان عندك طريق واحد ده صعوباته كتير. اسباب ده الحكومة بدأت يعمل اثنين كوريدور يعني يربطنا في البحر، طريق الهسجين الترانسهاريا يعني من مساكوري لحدود النيجر يربط في النيجر، والنيجر مربوط في الجزائر، مربوط في بنين، في بورانا بنين، مربوط في بورانا غانا وبورانا نيجيريا. يعني ثلاثة وأربعة بوردو يخلي يعني للتجار عشان يجيبوا البضاعة عاجلة ما يعصر في بورانا دولا، ويخلي الثمن ذاتي ينقص. اليوم في العالم كله البور هندوالا ده الخالي مرة واحد لينا نينا، يعني تشيل البلدان مش الهنانة مش تشاد ما ينم بحر، يعني مش النيجر مش البوركينا فاسو مش المالي. الكونتينر يجي $3,000، هنانة يجي $10,000، أسباب طريقنا واحد بس. كلام بعد سنة وسنتين إن شاء الله نفك الطريق ده كوريدور هنا السودان وكوريدور هنا سويتو عشان البلبق يبقى فاتي. هسه هنا نقولي بول لا وقف الطريق ده، وقف شهور وايدين بسبب مشاكل الاقتصادية هنا تشاد وقف، لكن الحمد لله بعد أسبوعين يبدو وإن شاء الله بتنمى بقيف عشان الطريق دي يمشي في بول، يعني الهين كل يوصل في نقولي ومن بول كل يمشي لي وريك ريك عشان الطريق ده كله واحد. هنا البول ريك ريك قريب بعد شهر إن شاء الله نشوف الشركة يبدأ هناك. يعني صعب صعب جدا عشان تعرفوا من هناك ده يشول الجرافية ده في نجورة، من نجورة يشول الجرافية يودو هناك يسوي الطريق ده، يعني أسمنتي كله يشوله من هنا. شفتوا الطريق ده يحطوا أسمنتي كتير في التراب ده عشان التراب يبقى قوي عشان الدريب ما يكسر عجلة. صعب جدا صعب جدا، لكن ما عندنا حل آخر إن شاء الله، والطريق ده يكمل بعد سنتين.